يا مساء الخير عليكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج حكاية. ضيفتي اليوم مميزة ونجحت في أكثر من مجال. عشان تعرفون مين ضيفتي تابعوا التقرير. أفنان الخضر إعلامية متميزة تعمل في إذاعة UFM مذيعة البرنامج اليومي البرواز، دخلت مؤخرا في مجال التمثيل وشاركت في مسلسل الديك الأزرق مع الفنان القدير عبدالله السدحان، وهو أول تجربة لها في مجال التمثيل. أفنان الخضر، الفنانة، الممثلة أو المذيعة، أيهم أقرب لقلبك؟ المذيعة أكيد، أنا أولاً وأخيراً مذيعة قبل ما أكون ممثلة أو أي مجال ثاني. يعني أنت تعرفين بنفسك دائماً مذيعة؟ أيوة، مذيعة إعلامية، مقدمة برامج. تمام، طيب اللي أعرفه يا أفنان أن شهادتك بعيدة تماماً عن الإعلام. صحيح. وعن الفن. فعلاً. إيش شهادتك؟ أنا أصلاً أخصائية مختبر، خريجة جامعة الملك سعود كلية العلوم الطبية التطبيقية. يعني قسم صعب. بالضبط، قسم علوم المختبرات الإلكترونية، قسم طبي صحي يعني. ما له دخل أبداً بالإعلام، ولا له دخل بالصحافة، ولا له دخل بالتمثيل، ولا أي شيء. طب كيف أجل؟ شو اللي صار؟ اللي صار إنه أنا كنت في الجامعة، طبعاً خلال دراستي كنت مديرة النادي الطلابي أو رئيسة النادي الطلابي حق قسم علوم المختبرات الإلكترونية. في يوم من الأيام كان في قناة تابعة لوزارة التعليم العالي حبت تستضيفني كرئيسة للنادي أتكلم عن النادي. طلعت في هذا اللقاء، ويعني أنا لي قبل لقاءات، وكنت أشوف هذا أسوأ لقاء سويته بحياتي، وأقول يعني نسيت نص الكلام والأشياء اللي مجهزتها يعني تبخرت وقت اللقاء. بعدها بشهر تواصلوا معي وقالوا لي إحنا نبغى بنت مذيعة تكون تقدم فقرة صحية وتعدها وتكون طالبة من طالبات الكليات الصحية. لما رجعنا للقاءات السابقة وجدنا أنك أنت كنتي أفضل لقاء، قاعد تقول هذا أسوأ لقاء وقالوا لي أفضل لقاء. فسبحان الله، من يومها وأنا دخلت وبدأت، يعني كان عندي فقرة أسبوعية في برنامج اسمه يوميات جامعية، وكنت عندي الفقرة الصحية هذه تبعي، أجيب فيها معلومات صحية من عندي. طبعا على طول حطوني قدام الكاميرا وقالوا لي يلا تسولفي، وأنا ما أدري، ما عندي أساسيات التقديم ولا أساسيات الإعداد ولا شيء. أعرف أبحث وأعرف أجمع المعلومات، لكن ما أعرف أصيغها بشكل يناسب التلفزيون أو الإذاعة أو هذه الأمور كلها. فعلى طول حطوني قدام الشاشة. طيب هذا أيام الجامعة. أيوة. خلصتي جامعة وبعدين؟ طيب بعد الجامعة أنا لازلت مستمرة، طبعا إحنا كان عندنا شيء اسمه سنة الامتياز اللي هي تطبيق في المستشفى، استمرت فيها، رحت قناة ثانية فضائية اسمها الدانا، كان عندي برضو برنامج أسبوعي بيني أنا ومذيع. فيعني أنا أعتبر صراحة التجربة هذيك، صحيح أنه على طول رموني قدام الكاميرا، لكن صقلتني شوي، أعطتني شوي ثقة، كيف أتعامل مع المايك، كيف أتعامل مع الكاميرا، كيف أتعامل مع المخرج، وهذه الأشياء كلها. ففعلا بدأت هذا البرنامج، برنامج شبابي، كان نفتح مواضيع اجتماعية باتصالات، برنامج مباشر، فبرضو كان مرة واحدة في الأسبوع. يعني انت طب اشتغلتي شيء في دراستك؟ اي يعني اشتغلتي فتره في المختبرات ولا كلها اعلام؟ لا، اشتغلت 4 سنوات تقريبا في مستشفى الملك فيصل، تخصص في مركز الابحاث، تخصص وراثه خلويه، تخصص دقيق مره، بعدين استقلت. شوفي، قرار ما هو سهل ابدا انك تتركين، يعني مجالك ما هو مجال سهل أبداً. ودراستك ما كانت سهله. صح. إيش اللحظة اللي خلتك تقولين لا خلاص أنا بوقف مختبرات وبكمل إعلام؟ شوفي، أنا دائما الاثنين مع بعض ماشيين، يعني كنت في المستشفى أشتغل ودائما عندي برنامج في إذاعة UFM اللي أنا حاليا أشتغل فيها، فدائما الاثنين ماشيين مع بعض في طريق واحد. لما صرت أم حسيت أني لا، يعني لازم أختار شيء يناسب أمومتي، فاستقلت من عملي الأساسي اللي هو في المستشفى. طب شوفي معليش بسأل سؤال بايخ. تفضلي. أيهم كان مادياً أعلى؟ نبغى الصدق يعني والصراحة، ويمكن إجابة صادمة للكثير، المستشفى كانت مادياً أعلى. هذا اللي توقعته عشان كذا سألته. فأنت ضحيتي بالمادة مقابل الشيء اللي أنت تحبينه. فعلاً، يعني أنا لما دخلت مجال الإعلام حسيت هو شغف بالنسبة لي، هو شيء أنا لاقي فيه نفسي. يعني يمكن كثير نسمع عن هذا الشيء، اني كنت ايام الدراسه في الاذاعه وفي المسرح وفي الامور هذه كلها، واستمر هذا الشيء حتى في الجامعه، يعني كنت دائما احب اني اتكلم قدام الناس، بس ما تخيلت انه في يوم من الايام بصير في الاعلام يعني. اوكي. طيب بعدها دخلتي في شيء غريب في الام بي سي اف ام اللي هو قناه ام بي سي. ام بي سي التلفزيون. ايوه. قناه ام بي سي، قدمت برنامج انا وزوجي اللي هو هي وهو.
فإحنا كنا عبارة عن 4 أزواج، كل أحد فينا زوج وزوجته، ونتكلم في مواضيع تهم الأسرة، تهم الأزواج، تهم الحياة الزوجية. فكانت تجربة صراحة حلوة مرة. يعني أنت مو بس دخلتي الإعلام، أنت سحبتي زوجي. سحبت زوجي معي. طبعا زوجي مخرج ومنتج أفلام وليس يعني مخرج تلفزيوني، فهو ماله فعلا إلا وراء الكاميرا دائما. فكانت تجربة قدام الكاميرا تجربة جديدة عليه، فالحمد لله نوافق يعني، وكانت تجربة جدا جميلة صراحة. حبيت. شوفي يعني واضح انك انت مقطوع سرك على قولتهم في الاعلام، كل حياتك تدور حول الاعلام. حتى لما تزوجتي مخرج، شفتي هو قدرك. ايوه سبحان الله. طيب بعد ما اشتغلتي فترة في اليو اف ام دخلتي في التمثيل. ايوه. فكيف كانت الفكرة؟ كيف جت الفكرة؟ كانت أنه قاعدين يسووا الكاستنج تبع المسلسل اللي هو الديك الأزرق مع النجم عبدالله السدحان والنجمة شيماء سيف والنجم بيومي فؤاد. فكان في كاستنج ومحتاجين ناس لأدوار معينة. أنا ما سبق لي التمثيل، لكن خليني أقول قد شاركت في إطلاق منصة حكومية وكانوا يبغوا فيلم لها، فأنا شاركت في هذا الفيلم. يعني تجربتي بسيطة على قدي، لكن أرجع إلى المدرسة، كنت دائماً في المسرح وألف مسرحيات وألف مشاهد وألف هالأشياء كلها. هذه نقطة مهمة. أيوة. مدرستكم كان فيها مسرح؟ كان فيها مسرح. أيوة. مسرح على قدنا يعني. بس وين درستي؟ والله أنا هذا برضو معلومة صادمة للجميع، أنا خريجة مدارس حكومية يعني. حبيت المدرسة الحكومية اللي مهتمة بالمسرح طبعاً. أنا مبسوطة جداً إن حالياً صار التوجه إنه حيرجع في مسرح مدرسي. صحيح. وهذا حيطلع مواهب كثير وحيطلع أشياء ما كنا نتخيلها. فعلاً. فمعاي هنا نموذج لفتاة المسرح المدرسي. بالضبط. طبعاً إحنا كان على قدنا المسرح، بس كنا يعني نعطي من قلبنا فيه. يعني صح كنا صغار ويعني أشياء، يعني خلنا نقول الأفكار على قدنا، لكن فعلا أنتجت أشياء حلوة، طلعنا يعني فرغنا طاقات كبيرة جدا فيه صراحة. وإحنا على فكرة نجوم الفن السعودي كثير منهم خريجين مسارح الجامعات. صحيح. فيعني الخير جاي إن شاء الله. جاي إن شاء الله. طيب أنت لحد الآن ما حكيتي لي كيف تم اختيارك لدور التمثيل أو التمثيل في الديك الأزرق. أيوة. طيب أنا طبعا اقترحت عليه واحدة من صديقاتي، قالت لي طالبين كاستنج وشايفينك في الدور. قلت أنا وأمثل يعني، ما تخيلت صراحة. هو كان طموح عندي وأنا صغيرة يعني، بس توقعت أني ما راح أقدر أحققه يعني. فخاصة يعني جاء على كبر، تعرف أحيانا تمثيل الناس بالعادة تبدأ في سن صغيرة، في سن مبكرة يعني، من طفولتهم على الأغلب أو خلال دراستهم. فأنا جاي يعني بعد ما خلاص توظفت واشتغلت ويعني صنعت لي إن شاء الله اسم يليق بي في الإعلام. فقالوا لي المخرج يبغى يسوي لك كاستنج. رحت، فالمخرج أعطاني كم سطر وقال لي يلا اقريهم، هذا دور فاطمة اللي هي مديرة الـ HR في الشركة اللي تشتغل فيها، يعني اللي شاف المسلسل عارفين السالفة. وفعلا قال لي أبغاك تسوي كذا وكذا وكذا، أعطاني التعليمات يعني. فأنا حاولت أني أطلع طاقة التمثيل كلها اللي عندي وقرأت فعلا يعني. طبعا ما حفظت الدور لأنه توني يعني شايفته، فقرأت قال لي خلاص أعطوه الدور على طول. قال لي الكاستنج دايركتر قال خلاص هي فاطمة أعطوها الدور. وسبحان الله يعني أنا ما تخيلت أنه ممكن بيوم من الأيام أمثل في مسلسل. طيب دائما معروف عن الـ HR أنه شوي شريرين. فعلا. قدرتي تصيري شريرة؟ والله يعني شوفي أنا هذه التعليقات جاتني من اللي شاف المسلسل، قالوا لي ما عرفناك يعني. أنت بالعادة شخصية مرنة أكثر، لطيفة أكثر، مبتسمة أكثر، كنت جدية مرة في الدور يعني. أوكي لبست الدور صح. لبست الدور صح. طيب ما أننا قاعدين نتكلم عن الأعمال الرمضانية ومسلسلك نزل في رمضان، هل تابعتي أعمال ثانية في رمضان اللي راح؟ الصراحة لا، كنت يعني مركزة وقتي ومكرسته أني أتابع المسلسل. طب بعد رمضان تابعتي الحين مثلاً الحين الهب برشاش؟ أكيد هذا أكيد أنا متابعته. كيف؟ إيش رأيك فيه؟ صراحة أنا أشوفه عمل يعني صعب أوصفه من دقة التفاصيل اللي فيه، من أداء الممثلين. يمكن إحنا دائماً أكثر مشكلة نواجهها اللي هو اختيار ممثلين وكيف أنه يكونوا منسجمين مع بعض. فأعتقد أنه المخرج أو اللي كان مسؤول عن الكاستنج في اختيار الممثلين أبدع صراحة، لأنه ولا ممثل كان أداؤه أقل من المطلوب. المسلسل كله كحبكة كأداء، طبعاً النجم الكبير يعقوب الفرحان، أداء نايف الضفيري أو أداء حتى فايز بن جريس كان رائع جداً صراحة. أنا أشوفه نقلة نوعية في الدراما السعودية.
طيب، وما أننا برضو في مجال الدراما والتمثيل، تابعتي الأفلام اللي الحين الأفلام السعودية الجديدة اللي قاعدة تنزل في السينما، تابعتي شيء منها؟ والله شوفي، أنا تابعت أحد الأفلام اللي مرة مرة عجبتني، وشفت أنه صراحة كمان كان مستوى، يعني خليني أقول مميز، اللي هو فيلم شمس المعارف. شفته في السينما صراحة، ويعني كنت أي أحد أقابله أقوله لازم تروح تشوف هذا الفيلم. كان جدا جميل، فكرته حلوة، وأداء حتى الممثلين فيه كان مرة رهيب. يعني تحسين ماشيين على الطريق الصح في مجال الدراما والسينما. جدا جدا صراحة. تحلمين تشتغلين في السينما؟ الله ودي. ما أخفيك إنه ودي. أوكي، كل شيء جايز. يمكن. شوفي أنت، أحلام الطفولة تحققت، فما ما في شيء أيوة. الحين مستحيل. إن شاء الله يا رب. طيب بسألك سؤال شخصي شوي. أنت تشتغلين في مجالين كلهم يحتاجون جهد ودوام طويل ودوام غير محدد، سواء في التمثيل أو الإعلام، وأنت زوجة وأم، كيف قادرة توفقين بين هذا الموضوعين؟ طبعاً الوحدة لما تصير أم، يعني دائماً أولويتها ابنها أو بنتها أو أطفالها، فدائماً أنا أرتب وقتي حوالين ابني أو حوالين بيتي حوالين زوجي. يعني ما أقدر أسوي شيء إلا بالمشاورة معهم. ليه؟ لأن ما ينفع أقصر في حقهم، هم الأولوية في الأخير. فدائماً الأولوية لهم، ودائماً الأولوية أنه يكون الوقت مناسب لهم، ويعني نحاول أنه شيء يتماشى مع العائلة. فيعني نحاول نسدد ونقارب، خلينا نقول. وهذه لاحظتها لما جينا نتفق على موعد التصوير، قلت لي بضبط جدول ولدي أول. بالضبط. فحبيت. طيب نبي يعني دائماً نسأل، مع أنك اشتغلتي في مجال الفن، دائماً يقولون جو الفن مشاكل، جو الفن غيرة ومشحون، ودائما ما هي بيئة جميلة مثل ما الناس تتوقع. أنت دخلتي هذا العالم، أيوة. هل فعلا جو البيئة العمل في التمثيل صعبة؟ والله أنا ما شفت أنها تفرق عن أي بيئة ثانية، يعني مثل أي بيئة عمل اشتغلت فيها. أنا اشتغلت في المستشفى، واشتغلت في الإعلام، واشتغلت في خلينا نقول الست حق التصوير حق المسلسلات. أوكي، يمكن تصوير المسلسلات دائما ياخذ وقت، ياخذ جهد، ياخذ تعديلات كثيرة، يعني شيء مختلف تماما. لكن ما شفته فرق عن الضغوطات اللي الواحدة تعرض لها في أي مجال عمل، يعني ما هو بالشيء الكبير. فما تفاجأت صراحة من الأشياء اللي شفتها، ولا حسيتها هي بنفس المبالغة اللي الناس كانت تقول عنها. طيب الحين أنت، أو خلينا هذا بخليها للاختيار، إيش جديدك القادم؟ في أعمال فنية جاية؟ والله هو إلى الآن ما في شيء أكيد، فما أقدر أعطيك يعني إنه في شيء أكيد، لكن في تلميحات، لكن إلى الآن ما في لا عرض أكيد ولا شيء أكيد. دراما ولا سينما؟ دراما. أوكي، أي. خلاص أنت دخلتي عالم الدراما. والله عالم جميل صراحة، وترى يسرق الواحد. أي خوفي تتركين اليو أف أم وتكملين في التمثيل؟ لا، هذه مستحيل. شوفي، الإعلام مستحيل، لو خيروني بين الاثنين راح أختار أكيد الإعلام. هذه أحد أسئلتي. عندي فقرة أختاري. لو قلت لك إذاعة ولا تمثيل، إيش تختاري؟ أكيد بختار الإذاعة أو التلفزيون. أنا عشقي الشغل أمام المايك أو الكاميرا. طيب هل أنت إنسانة صباحية ولا إنسانة راعية سهر؟ يعني أنا أحب أصحى الصباح وبنفس الوقت أحب أسهر. كيف هذه المعادلة الصعبة؟ معادلة صعبة جدا، يعني النوم مو أول أولوياتي صراحة. كم ساعة تنامي في اليوم؟ والله يعني أحيان 4، أحيان 5، أحيان 6. إذا مرة مرة يعني نمت كويس 7 ساعات. ما شاء الله عليك. طيب في الأعمال يعني في التمثيل، تميلين للأعمال الكوميدية أو الاجتماعية؟ الاجتماعية. الاجتماعية. يعني ما في مجال نشوفك في عمل كوميدي؟ شوفي، يعني أنا يمكن خلنا نقول روحي مريحة، ما أبغى أمدح نفسي، لك روحي مريحة، بس ما أحس إنه دمي خفيف لدرجة إني أشارك في عمل كوميدي أو يكون دوري كوميدي. يعني مسلسل ديك الأزرق يصنف كدراما كوميدي، دوري فيه أنا ما كان كوميدي أبداً. HR يعني جداً جدية. أعتقد إنه يمكن في يوم من الأيام، ما أدري صراحة، ممكن نشوفك في دور كوميدي. والله أنا أتوقع، يعني ما أدري، عندي إحساس يجي مني ولا لا، يجي منك عمل كوميدي. استمتعت بلقائي معك، وكان يعني من أجمل الأشياء أو الضيوف اللي قابلتهم، لأني
كنت خايفة أني بقابل إعلامية بس نسيت أو تناسيت هذا الموضوع. أتمنى أنك استمتعتي في اللقاء وكان مثل ما وعدتك خفيف ولطيف. حبيبتي والله نورة أنا تشرفت صراحة أني كنت أحد ضيوفك في البرنامج، برنامجك المميز هذا، وإن شاء الله أني كنت ضيفة خفيفة ولطيفة وما كنت عليك مذيعة يعني. لا أنا استمتعت وأتمنى أنكم أنتم كمان استمتعتوا. أفنان كان عندها حلم في طفولتها ويمكن تناسته، لكن الأكيد أنه كان حلم موجود في حياتها وتحقق، وأتوقع أنها حتكون ملهمة لكثير من الناس اللي كان عندهم حلم دراستهم ما توافقت مع هذا الحلم، لكن في النهاية تحقق الحلم. أشوفكم على خير.